الفرح والخلق. الإنسان أهم من كل شيء بيعمله. بعمر 10 سنين فقدت بي، ما لحقت اتعلم منه كتير اشياء. امي جربت تنقلي شو كان هو حابب يعطيني، هي اللي علمتني كون مسيحي. عرفتني اكتر عبي من خلال كتاباته، وبالفعل صرت اقرا بالكتب يلي تركها بي. كنت حس انه ما تركني، بالعكس كلماته كانت توصل لقلبي ولعقلي وخلته يكون معي بكل دقيقة. ووصل لإيدي أهم كتاب من بين الكتب يلي ترك لي إياها. بالواقع هو أعظم كتاب على وجه الأرض. مش بي اللي كاتبه، بس هو اللي اشتغل على ترجمته، الكتاب المقدس. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تصدر من فم الله. الكتاب المقدس هو كلام الله لكل إنسان حتى يغتزي منه بعقله ويكون ثقافة وحضارة هي حضارة الله. والمزمور بيقول: كلامك مصباح لخطاي ونور لسبيلي. أنا وعم بقرأ بالإنجيل لاحظت أنه أسلوبه سهل وبيوصل المعنى بشكل بسيط، يعني حتى الأطفال بيقدروا يفهموا. شو حبيت لو هالترجمة بالذات بتقدر توصل لكل بيت. بال2012 صار اللي كان اللي زمان عم فكر فيه. أقر مجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك بلبنان بدورته ال44 بشهر شباط 2011 افتتاح السنة البيبلية، عملاً بالتوصية الصادرة عن السينودوس حول الكنيسة بالشرق الأوسط. وبتمتد هيدي السنة، أي السنة البيبلية، من عيد الميلاد 2011 إلى عيد الميلاد 2012. سنة بيبلية يعني تكريس الكنيسة والمجتمع المدني كل طاقاتهم للإضاءة على الكتاب المقدس. بنتيجة هالسينودوس اللي انعقد والإرشاد الرسولي فتطبيقاً لإله، وحتى يوصل الكتاب المقدس لكل الناس ويستنيروا من كلام الله كلام الحياة ويشكل عندهم فعلاً حضارة وثقافة، الكنيسة أنشأت سنة الكتاب المقدس سنة 2012. لكن نتمنى يكون في ترجمة واحدة حتى يسهل إنه الإنسان يقدر يحفظ كلام الله، يحفظوا على الغايب، أنه يقدر كمان يسترجعوا. عدة لجان أعدت النشاطات واتخذت المبادرات حول الكتاب المقدس، أهمها جمعية الكتاب المقدس اللي إلها الدور الأساسي بمساندة الكنيسة لإنجاح السنة البيبلية. هدف جمعية الكتاب المقدس توفير كلام الله بشتى الوسائل وبكلفة مقبولة. وهون ما بنحكي بس عن الكتاب المقدس يكون بشكل كتاب، بس بالوسائل الحديثة، ممكن يكون على الآيفون، على الآيباد، على الأندرويد، على الكمبيوتر، على الإنترنت. أي شخص على الطريقة اللي بحب يتفاعل مع كلمة الله يكون كلمة الله متوفرة له. فهدفنا نحن نشجع كمان الأجيال الصاعدة حتى ما يحسوا أنه الكتاب مش لقلهم ومش لجيلهم اليوم، هذا لجيل أجدادنا، أنه الكتاب المقدس يكون فعلا عم يتكلم لقلهم اليوم. وهذا الشيء بنعمله نحن بالمشاركة مع الكنائس المحلية. نحن بدنا نتذكر حتى نرجع نقرأ هذا الكتاب،
ونعيش هذا الكتاب وجمال هذا الكتاب. انطلقنا من الكتاب المقدس مع جمعية الكتاب المقدس اللي هي تعنى بنشر كلمة الله، ما بتدخل بالنزاعات والفروقات اللي هي موجودة، حتى نرجع نعطي للمسيحية أننا واحد في المسيح والأسرار واحدة. جمعية الكتاب المقدس كانت الأداة لإتمام الترجمة المشتركة للكتاب المقدس باللغة العربية سنة 1993، ولتاريخه كانت الترجمتين الأكثر استخداماً ترجمة فان دايك والبستاني بال1865، مستخدمة بشكل واسع بين الكنائس الإنجيلية والأرثوذكسية، والترجمة اليسوعية بال1880 المستخدمة بشكل واسع بين الكنائس الكاثوليكية. نحن كنا نشعر أنه نحن بحاجة إلى طبعة موحدة للكتاب المقدس، يعني كلمة الله لازم توحدنا، لأنه كلمة الله منا بس قراءة، كلمة الله هي صلاة. واجتمعوا ببرمانة وقالوا كل واحد بيعمل كتاب، منهم المطران جورج خضر، منهم أشخاص لويس خليفة من الكنيسة المارونية، جورج قوت الأرثوذكسية، ناس من الإنجيليين، وقرروا كل واحد يعمل كتاب. ولما جابوا النصوص طلعت مثل برج بابل. صبت الجمعية اهتمامها على توحيد ترجمات الكتاب المقدس بين الطوائف المسيحية، كما رأيت أنه صار من الضروري القيام بترجمة تستوعب استعمالات اللغة الجديدة وأساليب التعبير. بنا نوحد على القليل كلمة ربنا. صار في تحدي ساعتها، تحدي من اثنين، جمعية الكتاب المقدس مع فؤاد عقاد ويوسف الخال، قالوا نحن بدنا نترجم وراح نقدم نص للجميع، سموها الترجمة المشتركة. هيدي الترجمة أولاً موحدة والكنائس كلها مجتمعة في ترجمتها، ثانياً هيدي الترجمة حديثة تتماشى مع تطورات المجتمع تبعنا اليوم، ولغتها ثالثا واهم شيء لغتها مفهومه من الجميع. كان الهدف الاساسي البحث عن ترجمه سلسه ومعاصره تملك مقومات الادب والبلاغه وبتجمع المعنى الادق للكتاب المقدس، والاهم انه تكون لغه قريبه بيفهمها الناس، فبدات بالبحث عن الشخص اللي رح يقوم بهالمهمه. كان في كذا اسم مطروح يعني للقيام بهالمشروع، ولكن ضمن كل الأسماء يلي انطرحت من كل الوطن العربي اختاروا يوسف. ولد يوسف الخال بعمار الحصن بعيد الميلاد سنة 1917، تلقى دروسه بالمدرسة الأمريكية للصبيان ونظم الشعر بعمر صغير وبعفوية، بس لما تعلم العروض تجنب الإخلال بأوزان بحور الشعر، وهالشي خلق فيه ثقة بالنفس لحد الإطلالة على القراء من خلال الصحف وهو دون العشرين من عمره. كنا نحن ثلاث صبيان وأربع بنات، وكتير كانت طفولتنا هنية كتير، بس بتذكر أن يوسف ما كان هيك يلعب كتير معنا، كان دايماً عم يدرس وعم يقرأ وكان عم يطالع دايماً. لما اندلعت الحرب العالمية الثانية كان بعده على مقعد الدراسة الجامعية بالكلية الأمريكية بحلب، وبعدها بلش بتدريس الأدب العربي بمدرسة الفنون بصيدا. سنة 1942 التحق بالجامعة الأمريكية ببيروت وتخرج بدرجة بكالوريوس علوم، ومع أنه تخصص بدراسة الفلسفة إلا أنه سمعته كشاعر وكأديب كانت هي الغالبة. ولا مرة اعتبرت يوسف زوج تقليدي أو تعاملت معه على هالأساس، دائماً اعتبرت وجودي معه رفقة تاريخية، رفقة مهمة، رفقة لهلأ مرفقتني. كل مرة نقعد معه يقلنا شي، يعلمنا شي، مثلاً يعلمنا نحب الطبيعة، يعطي وقت إنه نحنا لازم نحب الأرض،
يعني نهتم بجنينة وقت هو يسقي الزريعة، خلينا يكون معه، يعني خلينا نتعلق بفصول السنة. كنت حس أنه مثلا يعلمنا على عدم التعصب لشي. يوسف كان شعلة حياة فعلا، وكان يقول لما الإنسان بيفقد حماسه يعني خطير. أنا كتير ما عندي هالسوداوية أبدا، مش رجل انتحاري أبدا، يعني أنا رجل فرح، بحب الحياة. إذا ما توفر فرح، وإذا ما توفر بخلقه. سلم يوسف الخال رئاسة تحرير صوت المرأة، واشتغل بالأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك كعضو بهيئة تحرير الطبعة الإنجليزية لمجلة الأمم المتحدة. وما بنسى لما كنت بالمدرسة، كان عمري تقريبا شي 8 سنين، كانوا الأساتذة عم يحكونا عن أدباء وشعراء اللبنانية، ومنهم جبران خليل جبران، وخاصة عن كتاب النبي. نهارتها بتذكر ريت اسمي مكتوب تحت عنوان الكتاب النبي، ما فهمت. نجيت على البيت سألت بي، قلت له ليش اسمي مكتوب هون؟ وإنه ما فهمت، فسر لي. قال هيدا مش اسمك، هيدا اسمي لأنه أنا اللي ترجمته من اللغة الإنجليزية. بس الإنجاز الأهم يلي قام فيه يوسف الخال هو الثورة الأدبية اللي بلشها بأواخر الخمسينات مع مجلة شهر. بالخمسينات من القرن الماضي يوسف الخال كان ببعثة هيئة الأمم مع شارل مالك بأمريكا، وهونيك يوسف الخال تعرف على شاعر كبير اسمه عزرا باوند، وبلش هو وعزرا باوند يحكوا عن مشاكل اللغة ومشاكل الشعر في أمريكا. سفرته على أمريكا، احتكاكه بالتجديد الأمريكي، وعلى فكرة الشعر الأمريكي كتير قريب من مفهوم يوسف الخال للغة. ورجع يوسف الخال على لبنان وبلش يحلم بشيء اسمه مجلة شعر، يلي هي غيرت مسار الأدب العربي برمته بهالفترة هيدي. مجلة شعر سنة 58 كانت منبر أساسي لإعادة كتابة وصياغة التعبير اللغوي والشعري باللغة العربية. إلى جانب الثورة الشعرية الحديثة اللي تبنيها وكان أبرز روادها، كان ينادي أيضاً بتحديث اللغة العربية وتبسيطها لتتماشى مع متطلبات العصر، إيماناً منه بأنه اللغة هي الفكر، وما بيجوز للفكر أنه يعيش هالإزدواجية. كان همه إيجاد لغة مبسطة تلغي هالمسافة بين اللغتين الفصحى والمحكية. آه الأرض وكل شيء مثل هالأرض بيخليني أوقف عكعاب إجريي وما أغرق أبداً كما لو كنت جزيري. آه الأرض شرط تكون مهجورة، آه الأرض شرط تكون مهجورة إلا من البطير ضد مجرى الريح. يوسف كان حالم كبير، ما كان عاطفي بالمعنى اللي بنعرفه نحن التقليدي، كان عقلاني، ولكن عقلانيته فيها كتير كان من الحلم الجميل بالقدرة على التغيير، إنه هذا العصر يجب أن يتغير. طرح اللغة العربية الحديثة، ما كان يمشي بالنمط، حتى شكله يوسف، دقنه، الغليون اللي كان يحمله، لباسه، ما كان نمطي. رجل تأسيس وأمامي، ما بيأس، بده يضل يطلع لقدام. على قدر أهميته ليوسف كانت صعوبته، كان صعب مع الآخرين، صعب حتى مع نفسه، ما كان يقدر يقبل بأنصاف الحلول. يمكن هالشي ساهم باختياره من قبل جمعيات الكتاب المقدس وتكليفه إله بالترجمة، وركز جهده على تبسيط اللغة ليكون النص سهل واضح وقريب من الكلام العادي. كتير مهمة هيدي اللغة البسيطة، وهيدي كانت فكرة يوسف الخال من الأول. كلام الله يجب أن يكون قريب من شعب الله. بالعام 1970 كانت الدعوة، يوسف وصلت له رسالة وعليه تسليم الأمانة. في قصة غريبة أنه لما كان شاب صار معه حادثة، انصاب برصاصة بقلبه، وقت الأطباء ما قدروا يشيلوها، أو قالوا من المستحيل أنه نقدر نشيلها لأنه ممكن تقضي على حياته، واعتبروا هذا الشيء معجزة. هو اعتبره إشارة لمهمة بعد ما كان أنجزها بعد، وبقيت هيدي الرصاصة بقلبه لآخر أيام حياته.
كانت الترجمة تتم أحياناً بدارة الشاعر يوسف الخال بمكتبه بغزير واللي كان معروف بالصومعة، وبالفعل تحول هالمكتب إلى صومعة للشاعر. يوسف الخال ما قدر عمل شيء لولا ما كان بالبيت عنده هذه الراحة وهذه السكينة بين مها مرته، بين يوسف ابنه، بين ورد. يعني كان بيته كنيسي يتردد فيها كلام الله بشلحة نبوية، وأحياناً بدير الإكليريكية بغزير. وبدير الإكليريكية وبغرفة صغيرة تم لقاء يوسف الخال مع الأب أنطوان نجيب والأب بولس الفغالي للعمل على الترجمة. 8 سنوات أنا ويوسف الخال كأنن ساعتين. شو كان مبدنا نحن؟ نحن الانطلاق من العربي. وهم بدي أقول أنه الترجمات اللي انعملت إن كان عند الأمريكان وإن كان عند اليسوعية كان في الترجمة هي خيانة، كان في خيانتين. أول خيانة يترجموا من العبري للإنجليزي ويرجع يترجم بطرس البستاني ونصيف الياضجي من الإنجليزي للعربي. اليسوعية يترجموا من العبري للفرنساوي ومن الفرنساوي للعربي لإبراهيم الياضجي. نحن ترجمنا من العبراني للعربي مباشرة. هيدي بحب شدد عليها كتير. كان الشغل ينطلق يوسف الخال من ترجمة حرفية واجتمع أنا وياه، أنا قديم العبراني، الأرامي، السرياني، بعدين القواميس تحت إيدنا، قاموس عبري، قاموس يوناني، قاموس عربي، قاموس سرياني، حتى نضبط في مرات الجملة عبارة صغيرة تاخد معنا 3 ساعات. وبدي أقول كلمة معلش نعيط، أنا هيدا رأيي، لا هيدا رأيي، ما بيصير. انت شو بفهمك بالعبراني شو بفهمك بالعربي كتير كانت حلوة. ومرات يصير سكوت، خاف ولا يكون صار لهم شيء، يعني ارجع روح اتحرش فيهم انه جيب لهم قهوة او عصير او شيء لحتى شوف انه كل شيء منيح، يكونوا عم بيفكروا بالكلمة. انما وقت اللي كانت تصير الشريعة اي كلمة كان يوسف الخال عنده من الرقة واللطف والدري والقساوي والقطع انه بالاخر هيدي الكلمه اللي نحن بدنا نحطها. كتير كان في صعوبه بالاول، وهالصعوبه بحب لكم اياها على مستوى الكنيسه. اول صعوبه الكنائس المحافظه التي لا تريد ان تبدل شيئا بالترجمه السابقه. لما القديس جيروم بفرنسا ترجم الكتاب المقدس إلى الترجمة اللاتينية بسموها الشعبية ظلت مرفوضة 600 سنة، بالآخر فرضت حالها. نحن كتير صعوبات وكتير رفضوها لأنه اعتبروها ترجمة جديدة، كأن له جديد بيضر ما بينفع. والحلو مبارح لما العبوا سنة الكتاب المقدس بيطلبوا الكنائس الكاثوليكية 60,000 نسخة من هالترجمة. كانت الظروف الأمنية تعاكس أحياناً مجيء الكهنة من خارج لبنان، فيضطر يوسف الخال للسفر بالبحر لأبرس للاجتماع وملاحقة الترجمة. بدأ نلتقى بلجنة عالمية كل مدة، كنا بعز الحرب سنة 80، بعز الحرب كنا نلتقى بأبرس كل شهر شهرين، نلتقى بأبرس يجي مثلاً أشخاص من برا حتى نشوف شو وصلنا بالترجمة وشو اكتشفنا أشياء عديدة. ما كان عبث أو صدفة أنه يلقب الشاعر ببطريرك الشعر الحديث، فالشاعر يوسف الخال ما كان بعيد عن الأجواء الروحانية العطرة واللي انعكست شغف وتكريس كلي بالجهد والوقت للعمل على الترجمة على أكمل وجه، مع كل شيء بيتطلبه هالأمر من عزلة وتأمل بلغت حدود التنسك بكتير من الأحيان. ما بيوعظنا يوسف الخال، بيبشرنا بالمسيح من خلال حضور المسيح بحياته وبشعره. لما أصيب الشاعر بمرض عضال ما رمي سلاحه. طبعاً يوسف ما رضخ لهالأمر، بالعكس كان عم بيصارع لآخر لحظة. كان يطلب من ربه دائماً ويقول إلي، يقول لي أنا ما بدي من ربي عمر كتير، أنا بدي 3 سنوات فقط لخلص الترجمة كما يجب.
لما شفت الأستاذ يوسف الخال مريض، ورغم أنه عن يقاوم ظلت 3 سنين يقاوم، يعني حقيقة حسيت شيء عم بينقص مني بحياتي. ولما انتقلت مع فؤاد رفقة وعم بشتغل أنا من بعد وفاة يوسف الخال، بعد 6-7 أشهر كان فؤاد رفقة انطبع بأسلوب وبشعر يوسف الخال، وكان بأيامه الأخيرة يقول عم بلش اقتنع بفكرة الموت، لأنه الموت بالنسبة له هو جزء من الحياة. كانت التجربة تبع الترجمة فعلا هي زوادته الأخيرة، وكان دائما يفاخر بهالشي أنه عنده إنجازين مهمين بحياته، هنن مجلة شعر وترجمة الكتاب المقدس. هو شاعر الكلمة الحية يلي قدر من خلال ترجمته للكتاب المقدس يعطينا كلمة حياة. آخر كلمة قال له إياها لصديقه فؤاد رفقة، قال له عالم مجنون، سكر عينه راح يوسف. تعال مشوار. مرحبا يوسف الخال، نحن اشتقنا لك بعد 25 سنة على كل حال. يوسف حاضر بغيابه أكتر بكتير مما كان غائب بحضوره. جمعية الكتاب المقدس هي منظمة مسيحية مش هدفها الربح، ترتكز أعمالها على نشر وتوصيل كلمة الله لأكبر عدد ممكن من الناس بفعالية وباللغة المفهومة وبالشكل والوسائل المناسبة والحديثة. وبيعود عمل التوزيع للكتاب المقدس بلبنان وسوريا إلى سنة 1820، لما بعض المرسلين غطى المنطقة تحت غطاء جمعيتي أمريكا وبريطانيا. وبعام 1950 قامت مجموعة من القادة الوطنيين المسيحيين ومن بينهم رجال أعمال ومحامين بتنظيم جمعية الكتاب المقدس بشكل رسمي، وباقتناع بأن التوزيع الواسع للكتاب المقدس هي الطريقة الأكثر تأثيراً لتغيير الحياة وإصلاح المجتمع. جمعية الكتاب المقدس متأصلة بالتراث الغني للكنائس الشرق أوسطية المحافظة على لغة الكتاب المقدس بالعربية، واشتغلت مع مثقفين مسيحيين وباحثين وكتاب من كل الطوائف لترجمة وطبع وتوزيع الكتاب المقدس. وبتشجيع منها صارت تقوم الجمعية بإدارة برامج موجهة للأولاد وللشبيبة لتعميق علاقتهم مع كلام الله. عالم الكتاب المقدس Bible World، البرنامج المخصص للأولاد واللي استضاف أكثر من 32 ألف زائر من مدارس مختلفة بلبنان حتى يتعرف الزائر على أهم الحقبات التاريخية بنقل وتدوين الأسفار المقدسة وصولاً إلى يومنا بأسلوب حديث ومتفاعل. مركز خاص بالشبيبة Books for Life اللي بيأمن الموارد السمعية البصرية المسيحية، وهو مركز عام ونقطة التقاء بيهدف إلى التشجيع والإرشاد. مكتبة جمعية الكتاب المقدس بوسط المدينة اللي بتجذب أعداد كبيرة من الزوار والسواح وبتدعم احتياجاتهم الروحية. صالة العرض بسد البوشرية، وهي مرجع أساسي لكل من بيرغب بالتعرف على المنشورات المسيحية المختلفة اللي بتوزعها الجمعية. مستودعات جمعية الكتاب المقدس اللي بتحتوي على أكثر من 3000 عنوان بتوزع وبتصدر آخر الإصدارات المسيحية والكتب المقدسة بمختلف المناطق داخلياً وخارجياً. كل هالشي ومتابعة منها للحداثة والتطور التكنولوجي وضعت جمعية الكتاب المقدس بمتناول الجميع نص الكتاب المقدس اللي يمكن تنزيله على الآيباد والآيفون. كانت جمعية الكتاب المقدس ورح تبقى مؤتمنة على التراث الكتابي ومحافظة عليه، وهدفها دايماً تطويره لحتى يلتقي بأجيال الحاضر. منعتبر نحن أنه السنة البيبلية
التوزيع يلي صار من هالترجمة بالأبرشيات وزيارة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر للبنان، توزع 200 ألف إنجيل من الترجمة العربية المشتركة، هذا بفرجي العالم كله إنه الكنيسة في الشرق موحدة حول ترجمة وحدة مسكونية. ثانيا قديش في أهمية لقراءة كلام الله عنا بالشرق. قديش أنا اليوم فخور إنه بي هو اللي ترجم الكتاب المقدس. قديش أنا بوقتها ما كنت أفهم، كنت لومه لغيابه لأنه عن جد ما كنت شوفه. يعني أنا انحرمت من بي مرتين، مرة بغيابه لانشغاله بهالعمل، مرة تانية لغيابه من هالحياة وأنا كان عمري 9 سنين. بس أنا اليوم فهمت قيمة هالتضحية. فضل يوسف الخال أنه أعطانا تحفة رائعة لكلمة الله، ما منقراها منصليها، وبس نصليها منتغير وبيحضر الروح القدس وبيغير حياتنا. هذا شيء مش صدفة، هذا الرجل اللي أعطى من كل قلبه وفكره وعلمه مع هاللي عاونوا وترجموا، وبدي أحييهم كلهم وبشكرهم. بعتقد بالسماء بيكون عنده فرح كتير كبير انه بعد 25 سنة يوبيل وفاته هو جعل هالترجمة تكون هي معتمدة للسنة البيبلية، لما الكنيسة قررت تكون سنة الكتاب المقدس حتى تذكرنا بهالحقيقة، مش حتى يكون بس سنة اللي هم تخلص، لكن تتكون مستمرة، نعشق كلام الله، نحتاج لإله، نجوع لإله، نعطش لإله، حتى نعطي العالم معنى ونعطي العالم نكهة. بختام سنة الكتاب المقدس وببداية سنة الإيمان وبضوء الإرشاد الرسولي هل سلمنا إياه قداسة البابا، الكنيسة في الشرق الأوسط وبضوء سينودس الانعقاد بتشرين الأول الماضي هل عنوانه الإعلان الجديد للإنجيل، أنا وعم بعيد كل هاللي عمال بيسمعونا ويشاهدونا بقلن أحسن وأفضل وأجمل هدية تهدى بعيد الميلاد وراس السنة الكتاب المقدس، وأحسن شيء وتقدر تقدم هالهدية وما تكون مزعوج بالميل، الترجمة المشتركة.